كيف ترى مستقبل السينما في مصر؟ أنا بشوف أنه طبعاً من طبائع الأمور بعد حراك سياسي واجتماعي وجماهيري ضخم مثل ما حدث في 25 يناير و 30 يونيو وحالة الارتباك الكبيرة التي عاشها المجتمع المصري، من طبائع الأمور أن السينما تمر ببعض الارتباكات وبعض الكبوات. لكن أنا بشوف، عندي تحليل خاص مفاده، أن الجيل الذي عاش هذه التجربة الإنسانية السرية برغم انكساراتها، برغم يعني إحباط بعض الشباب، برغم يأسهم حتى يصل الإحباط إلى اليأس، إلا أن هذا الجيل اللي عاش هذه التجربة الإنسانية السرية، اللي هي ممكن أجيال أخرى زي أجيالنا لو كانت عاشتها كانت ممكن تعيشها في 20-30 سنة، هم عاشوها في سنوات قليلة، بل هم من شاركوا في صنعها. هذا الجيل من الشباب اللي انفتح على كل شبابيك المعرفة في العالم بتكة زرار عبر ثورة اتصال مهولة لم تكن متاحة لأجيالنا السابقة، أنا بعتقد أن هذا الجيل يعدنا أو يشي بمبدعين كبار في كل المجالات، في الفنون، في الأداب، في السينما، في الغناء، في الموسيقى، في الرواية، في القصة القصيرة، في أنواع أخرى حتى من الأدب والفنون سيبتكرونها. أنا عندي آمال عريضة على أن هناك طفرة هائلة في الجيل القادم، الشباب اللي عندهم 20 سنة و25 سنة ويمكن أصغر كمان من كده، هيعملون سينما مختلفة وهيعملون أنواع مختلفة من الفنون، لأنهم أنا رأيي كانوا في فترة التكوين أثناء ما كانوا بيعيشوا تجربة إنسانية تسري الوجدان وتطرح آلاف الأسئلة على العقل وتخلف طاقة إبداعية هائلة. فأنا أعتقد هذا الجيل أنا عندي أمال عريضة جدا أنه هو يطلع لنا مخرج أهم من يوسف شاهين، يطلع لنا أديب أهم من نجيب محفوظ، يطلع لنا مطربة أهم من أم كلثوم. ولا أبالغ لما أقولك أن أنا عندي يقين أن ده موجود الآن على الأرض ومستني المناخات المواتية كي يظهر. أستاذ خالد، يعني هل يمكن أن تنتج الأحداث الحالية سينما جديدة تكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل؟ أنا بعتقد يعني بالتحليل اللي أنا قلته من شوية، أنا بعتقد أن هذا الجيل قادر على أنه يصنع سينما مختلفة، قادر على مواجهة المستقبل بكل أفقه الواسع. التقنيات الحديثة اللي وصلت ليها هذه الصناعة في كل العالم، بعتقد أن شبابنا وأجيالنا المبدعة حط أيديهم على هذه التقنيات، ما هيش متخلفة عنها، وبالتالي بعتقد أن هو يستطيع أن هو يقدم فن يستطيع فيه أن هو يعبر عن نفسه، باعتبار أن السينما أحد أدوات التعبير الإنساني، ويعبر عن جيله ويعبر عن مجتمعه ويعبر عن إشكالياته ويعبر عن رؤيته كمان واستشرافه للمستقبل.